بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ببركة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم جزه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن المريدين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى وإتماما لدروس سير الصالحين رضي الله تعالى عنهم، سوف نتحدث اليوم بإذن الله تعالى وقوته، سنتحدث عن شخصية من أبرز الشخصيات التصوف في المغرب الإسلامي، في المغرب الإسلامي، ألا وهي شخصية سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه. وهذه شخصية أخرى غريبة في الأمة الإسلامية، إنه طراز عجيب في أقطاب الأمة المحمدية لا نعلم له مثيلا في وضعه وشكله. وسيدي عبد العزيز هذا من الشرفاء الأطهار الدباغيين المشهورين بفاس، ولد سنة 1095 هجرية، ونشأ في حجر أبويه، وكان في صغره قد دخل الكتاب وتعلم وحفظ بعض صور حزب سبحة، ولم يقدر له استمراره في القراءة، ولا جلس بين يدي عالم قط، ولأمر أراده الله تعالى به بهذا الرجل العظيم على عاميته وأميته وبعده عن الميادين العلمية، حفه الله عز وجل بعنايته وأحاطه بكامل رعايته، واختار له أبوين كريمين، فأبوه شريف نسيب حسيب من السلالة الطاهرة النبوية، ينتمي نسبه إلى سيد عيسى بن مليدريس الأكبر رضي الله تعالى عنه. أما والدته فهي بنت أخت العارف الكبير سيد العربي الفشتالي رضي الله عنه. توفي والدها وهي صغيرة، وتزوجت والدتها رجلا ثانيا، وبقيت البنت تحت كفالة خالها سيد العربي، فوجه إليها عنايته ورعايته. ولما بلغت الحلم زوجها من سيد مسعود الدباغ، وهو والد سيد عبد العزيز الدباغ، وكان من جملة أصحابه الذين يقرؤون القرآن عليه ويجودونه ويصححونه عليه. وكان سيد العربي الفشتالي هذا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنه سيولد ولي كبير عند ابنة أختك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبوه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوه مسعود الدباغ. وقالت والدة سيد عبد العزيز: كان سيد العربي يقول: سيولد لكم ولد اسمه عبد العزيز، له شأن عظيم في الولاية. وكان سيد العربي يتمنى إدراك ولايته، ولكنه فاجأه أجله 90,000 قبل ولادته بخمس سنوات. ولما حضرته الوفاة أوصى لسيد عبد العزيز بطاقية وحذاء تركهما عند والديه، وقال لهما: هذه أمانة الله عندكما، حتى يولد لكما عبد العزيز فأعطوه هذه الأمانة. ولما ولد وبلغ من العمر نحو من 14 عاما، ألهم الله عز وجل والدته فجاءت بالأمانة وقالت له: يا ولدي، إن سيد العربي الفشتالي رضي الله تعالى عنه أوصى إليك بهذه الأمانة. فأخذها ولبس الطاقية في رأسه والحذاء في رجليه، فتغيرت أحواله وانقلبت عوالمه، ونزلت به حالة، وعرف لحينه ما قال له سيد العربي الفشتالي وما أشار به إليه. وعقب هذا توفيت والدته فارحة رضي الله تعالى عنها، فتزوج والده امرأة أخرى، فكانت تسيء إلى سيد عبد العزيز، وكانت بجانبها أيضا أمة لوالده،
فكان يقاسي شدائدهما معا. وبمناسبة ذلك يذكر لنا حادثة عجيبة ومشهدا غريبا حصل له في ذلك الإبان، فيقول: وقد وقع لي عام 11 بعد موت أمي ما يستغرب، وذلك أن أبي تزوج امرأة أخرى واستجور أمة له، فجاءت فضربتني، فقلت: أي هم من أقاسيه، هم الأمة أم هم المرأة؟ فتكدرت وتغيرت، ثم جرت لي سينة، فرأيت جميع ما يقع لي إلى انصرام أجلي، فرأيت من التقي معي من الأشياخ، ورأيت المرأة التي أتزوجها، ومضت المدة إلى ولادة ولدي محمد، وذبحت له وسبعت، ثم رأيت جميع ما يقع لي بعده إلى ولادة ابنتي فاطمة، ورأيت الفتح الذي وقع لي بعد ولادتها، وجميع ما أدركته لا يغيب عني شيء منه، ومن جميع ما وقع لي في عمري، وهذا كله في سويعة، ولست بنائم حتى يكون رؤيا منام. أما عن تشوفه للعبودية الخالصة، فلقد حدث عن نفسه رضي الله تعالى عنه أنه منذ لبس تلك الأمانة تاقت نفسه للعبودية الخالصة، فجعل يبحث عن الوارث المحمدي، فكان لا يسمع بشيخ مشهور إلا شيخه وأخذ عنه، ثم يتركه ويأخذ عن غيره لما كان يجده في صدره من ضيق، وبقي على حالته تلك متحيرا في أمره مدة من 13 عاما، من سنة 9 إلى 21، وكان يعتاد المبيت في ضريح العارف بالله سيدي علي بن حرازم رضي الله تعالى عنه كل ليلة جمعة مع جماعة لقراءة بردة المديح، فخرج ليلة من الضريح وإذا به برجل جالس حذاء الروضة تحت شجرة هناك، فجعل يكلمه ويكاشفه بأموره، ولما تحقق منه أنه ولي لله تعالى استأذنه في تلقين الورد، فتغافل عنه مدة إلى أن برق الفجر، ثم أذن له بعد ذلك في أخذ العهد عليه بعد أن عاهده أن لا يتركه أبدا. وكان فيما لقنه له أنه يذكر يوميا 7000: اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اجمع بيني وبين محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الورد الذي أعطاه له إياه شيخه 7000 مرة يذكره صباح مساء. ثم خرج عليهم العارف سيدي عمر بن محمد الهواري رضي الله تعالى عنه، وكان قيما لروضة سيدي علي بن حرازم، فأوصاه به خيرا، فكان هذا آخر عهده به بالرجل الذي لقنه الولد، ولم يدري من هو ولا أين يتوجه. ثم يحدثنا أنه بعد الفتح الذي وقع له لسيد عبد العزيز الدباغ، عرف أن الذي لقنه ذلك الورد هو سيدنا الخضر عليه السلام، كما أخبره أيضا به سيدي عمر الهواري عند وفاته. ويصرح لنا سيد عبد العزيز الدباغ بأن سيدي الهواري أخبره عند وفاته بأن شيخه هو سيدي العربي الفشتالي، وأنه كان حاملا لبعض أسراره، ثم ينتقل الجميع لسيدي عبد العزيز الدباغ بواسطة سيدي الهواري رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما عن حصول الفتح الإلهي لسيدي عبد العزيز الدباغ ومبادئ ذلك، فيذكر أن للفتح، فينبغي أن نذكر أن للفتح عند الصوفية رضي الله تعالى عنهم أسباب وطرق لا بد للسالك من قطعها، وهي تختلف باختلاف الأشخاص، فقد تكون على بعض القوم وعرة شاقة، وقد تكون على آخرين ميسرة سهلة، وذلك حسب الأوعية والاستعداد الواقع من النفوس. وقد مر على سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه ما يقرب من 18 عاما وهو متشوف للوصول والفتح، جادا في الطلب، دؤوبا في العال العبودية، ولم يحصل على شيء، حتى انتقل سيدي عمر الهواري وبلغ سيدي عبد العزيز عنفوان شبابه وأشرف على بلوغ الأشد، فحينئذ أتاه الفتح وحصل على الأمان التي كان بابها موت الهواري، وتلك هي السعادة الكبرى ومنا كل سالك. فلقد حدثنا رضي الله تعالى عنه أنه عقب موت سيدي عمر ب3 أيام فتح الله تعالى عليه،
وكان ذلك ثامن رجب سنة 25 و100 ألف. وكان ابتداء ذلك أنه خرج يوما لقضاء حاجة داره، فداخلته قشعريرة عند باب الفتوح، ثم رعدة كثيرة، ثم اشتد به الحال وجعل صدره يضطرب اضطرابا عظيما، ثم خرج شيء من ذاته كأنه بخار الطعام، ثم جعلت ذاته تتطاول حتى صارت أطول من كل شيء، ثم جعلت الأشياء تنكشف له وتظهر كأنها بين يديه، فرأى جميع المدن والقرى وكل ما في هذا البر، ورأى كما يقول النصرانية ترضع ولدها وهو في حجرها، ورأى جميع البحار، ورأى الأراضين السبع وما فيهن من دواب ومخلوقات، ورأى السماء وكأنه فوقها وهو ينظر ما فيها، وإذا بنور عظيم كالبرق الخاطف، فحاذه من جميع جهاته وأصابه منه برد عظيم حتى أظن أنه مات، فبادر فانبطح على وجهه لئلا ينظر ذلك النور. فلما انبطح رأى لكل ذاته عيونا يبصر بها لا يحجبها عن شيء، ثم استمر عليه الأمر ساعة وانقطع، ثم جعل يبكي، فعاوده ساعة ثم انقطع، فجعل يأتيه ساعة وينقطع أخرى، إلى أن اعتادته ذاته، فصار يغيب ساعة في النهار ومثلها في الليل، ثم صحبه فجعل لا يغيب عنه، يعني ذلك النور وذلك الحال. هذا ما حصل له أول أمره. فهنا في هذه القصة التي ذكرها عن نفسه رضي الله تعالى عنه، وقع له الكشف بنوعيه، الكشف الكوني، حيث شاهد من في هذا الكون البحار والأراضي والسماوات، ثم وقع له الكشف الشرعي الذي هو وراثة نبوية مصطفوية، وهو ذلك النور الذي اخترقه وأصبح يشاهده من جميع الجهات. وهذه المفاجأة المهولة، كثيرا ما تأتي المقربين الذين قدر لهم أن يكونوا أوعية لأسرار الله عز وجل، وبما أن هذا المشهد لم يعهده من نفسه ولا سمع مثله من أحد، حكى قصته لرجل صالح كان يتصل به فثبته وبشره خيرا، ثم عقب هذا الحادث جمعه الله عز وجل بولي لله تعالى غريب يقال له سيدي عبد الله البرناوي، لقيه بباب الجيسة، فجعل ينظر إليه ويصعد فيه النظر، فقال له أريد منك أن ترجع معي إلى المسجد لنجلس ساعة نتحدث فيها، فرجع معه فجعل يكاشفه بحاله ويقول له إني مريض بكذا وكذا، يعني يصف له حالة سيدي عبد العزيز الدباء، وحصل لي كذا وكذا للحالة التي وقعت له، ثم صارحه بأنه من بلاد برنو وأنه ما جاء لفاس إلا لأجله، فبقى معه يربيه ويقويه ويراقبه من رجب إلى عشر ذي الحجة. فلما كان اليوم الثالث من عيد الأضحى رأى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة، فقال له عندئذ سيدي عبد الله البرناوي يا سيدي عبد العزيز، قبل اليوم كنت أخاف عليك، واليوم حيث جمعك الله مع رحمته تعالى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم آمن قلبي واطمأن خاطري فأستودعك الله عز وجل. ثم ذهب إلى بلاده، قال وكانت إقامته معي بقصد أن يحفظني من دخول الظلام علي في الفتح الذي وقع لي، إلى أن يقع لي الفتح في مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف على الفتوح حينئذ. وبإذن الله تعالى سوف أتوقف في هذا الحد، وفي الأربعاء المقبل إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن معارف سيد عبد العزيز الدباه وآياته وخوارقه رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله به آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يبارك في جميع أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين آمين.